من حقوق الميت علينا غسله، والغسل له آداب وله سنن جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبغى نشوف كيف طريقة غسل الميت على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأشياء المهمة جدا أن لا يباشر هذا الغسل إلا شخص والباقين يساعدوه، وأن لا يدخل في مكان الغسل إلا أفراد قليل الذي يقوم بشيء من الدور فقط، وأن يستر بحيث لا تكشف عورته، وتباشر قواعد غسله وتطهيره بكل جمال وبكل بهاء. نشوف كيف جمال غسل الميت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما نحتاج إذا أردنا أن نغسل الميت أن نجهز كل ما يحتاج في الغسل، فنحتاج أن نحضر الصابون للتنظيف، ونحضر السدر ونخلطه بالماء ليكون جاهز للغسل، ونحضر كذلك الليف الذي نستخدمه للتنظيف يحتاج يكون كذلك ناعم لا يجرح الجسد، والكافور ويسن استخدامه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعطي رائحة طيبة ويختتم به الغسل، وكذلك يحتاج أن نحضر الطيب. فأول ما يحتاج المغسل أن يبدأ بتنظيف ما في بطن الميت من بقية الطعام، فيكون هناك نوع من الضغط، يعني يرفع الميت رفع بسيط ويضغط على بطنه ضغط كذلك متوسط حتى يخرج من بطنه ما بقي من الفضلات وينجى، أي أنه يعني يزال عنه هذه النجاسة بالماء وبالمناديل وغير هذا. ثم ننظف الميت في جميع أطرافه، فيحتاج تنظيف عينيه وتنظيف الأنف والأذنين طبعا بالماء، واستخدام خرقة لينة حتى لا تجرح هذا الميت، وتنظيف ما تحت الأظافر حتى يكون مهيئا الآن للوضوء. أبدأ الآن بالوضوء، فيوضأ الميت كمثل وضوء الحي. نبدأ بسم الله، ثم نستخدم السواك، فنأتي بخرقة نستخدمها سواك هذه الخرقة، لأنه ما يمكن استخدام العود لأنه قد يجرح، فنأتي بخرقة فنمر بها على أطراف الأسنان، ثم نوضأ هذا الميت وضوء كامل بجميع السنن، بالتثليث والبداية باليمين في اليد، وضوء كامل مثل وضوء الصلاة. ثم بعد ذلك نبدأ في الغسلات. كل غسل الميت يحتاج إلى تأني وإلى هدوء وإلى سكينة وإلى ذكر لله سبحانه وتعالى. فنحن دائما وقت ما نغسل الميت نحتاج دائما نكون على ذكر الله. المشتغلين بالغسل، المغسل ومن يساعده، يحتاجوا كلهم أن يذكروا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المكان مكان اعتبار ومكان خشوع ومكان خضوع لله سبحانه وتعالى في علاه. وعلى المغسل أن يستر الميت ولا يطالع عورته والحاضرين كذلك، وأن يستر ما رأى من الميت من أي عيب من العيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. هذا من فضيلة الغسل ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لستر العورات وستر المسلمين. وهذه الغسلات ممكن أن تكون 3 أو 5 أو 7 أو 9، المهم أن تكون وتر. فإذا كانت 3 غسلات فتكون الأولى بالسدر، والثانية بالماء الصافي، والثالثة بالكافور حتى يكون آخر شيء الكافور. إذا احتجنا إلى 5 غسلات فتكون الأولى بالسدر، والثانية بالماء، والثالثة بالسدر، والرابعة بالماء، والخامسة الأخيرة بالكافور. أو يمكن تكون 2 غسلات بالسدر وغسلتين بالماء والأخيرة بالكافور. المهم أن يكون هناك عدد من الغسلات بالسدر ومثلها بالماء
وأن تكون الخاتمة بالكافور، وإذا لم يتيسر الكافور يمكن أن نستخدم أي نوع من الطيب أو العطر أو ماء الورد الذي يمكن أن يستخدم في غسل الميت. ثم يبدأ بعد ذلك الغسل، فنبدأ الغسلة الأولى فتكون مثلا بالصدر، ونبدأ بغسل الرأس من أعلى، طبعا يسن الغسل من أعلى، فنبدأ بالرأس ونخلل الشعر ثم الوجه، ونغسل الشق الأيمن من الميت ما أقبل منه ثم ما أقبل من الشق الأيسر، يعني نغسل الجسد من أعلى يمين ثم يسار، ثم نرفع الميت رفع بسيط، فيمسك واحد مثلا من عند الكتف، وواحد يمسك من العجز من الوسط، واحد من جهة الرجلين، ممكن نضع الرجل اليمنى فوق اليسرى عندما نريد أن نقلبه إلى الجهة اليسرى، فنستطيع نغسل ما أدبر من الشق الأيمن، ثم نفس هذه الحركة بلطف وبتأني وبسكينة نعملها في الجهة الأخرى، فنغسل ما أدبر من الجهة اليسرى، ونعتني بغسل جميع المعاطف تحت الإبطين، تحت ما تحت الركبتين إذا كان الميت بدين، وهناك أماكن يحتاج أن نتأكد أن الماء وصل إليها، أن نخلل أصابع اليدين وأصابع الرجلين، نتأكد أن الماء فعلا جرى على جميع البدن. فهذه تحسب غسلة أولى بالصدر، ثم بعد ذلك نغسل غسلة بالماء، وبعد الماء غسلة بالكافور، فتكون هذه ثلاث غسلات وترا تم بها غسل هذا الميت. نرجو باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل أن نكرم بالثواب، وأن يغسل الله سبحانه وتعالى ميتنا هذا من ذنوبه ويلحقه بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم معانا في محيانا ومماتنا. ومن حرص على عمل سنته في حياته نرجو أن يكرمه الله، أن تقام عليه السنة بعد الوفاة، وأن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنكون من أهل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.